حكاية فانوس رمضان في العهد الفاطمي تحديدا زمن الحاكم بأمر الله، صدر أمر بعدم خروج النسوة من بيوتهن سوى في ليل رمضان، سواء للتزاور أو للصلاة في المساجد، بشرط أن يسير غلام أمام كل امرأة حاملا فانوس، وبذلك يعلم المارة أن امرأة تسير في الشارع. ومن هنا اعتاد الأطفال حمل الفوانيس في رمضان. رواية أخرى عن فانوس رمضان تقول أن الفانوس مرتبط بالسحور، حيث كان يعلق في منارة المسجد إعلانا لحلول وقت السحور، أو يصطحب المسحرات الأطفال معه حاملين الفوانيس المضيئة لإثارة انتباه الناس بموعد السحور. وبالتدريج تحولت مهمة الفانوس الأصلية من الإضاءة ليلا أو إعلان موعد السحور إلى وظيفة ترفيهية للأبناء في الفلكلور الشعبي مرتبط بشهر رمضان المعظم. رمضان كريم.